فتح قلت كم السلام عليكم، مرحبا، أهلا، إزيك يا مريم؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. مالك؟ عامل إيه يا مالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك ندى، ازيك يا ندى، ناس؟ الحمد لله. إزيك يا ندى؟ عاملة إيه؟ شفت أنا فاكراك الحمد إزاي؟ لله. فاكراك كويس جدا. شكرا. العفو حبيبي. أيسل صح؟ أيسل، في حد كان معانا اسمه أيسل ولا كان اسمها إيه يا ربي؟ أفتكر كان اسمك مميز كده، أسيل، أسيل ولا أيسل؟ كان اسمك إيه فكريني؟ أيسر. أيسل، الحمد لله إن أنا فاكرة خلاص، الحمد لله. شفت أنا فاكراكوا إزاي؟ أحسنتي، شكرا لك يا أيسل، خلاص أنا غيرت اسمك علشان ما أنساش، بس أنا ما نسيتش الحمد لله. ماشي، ندى ممكن نفتح الكاميرا؟ ممكن نفضل فاتحين الكاميرا؟ عايزين بس نبعت لمريم ان هي قافله الصوت عشان هي مش داخله بالصوت. مريم مقفله الصوت. طب خلاص ممكن نقول لمس ياسمين كده نعرفها ان مريم، ثواني. مريم قافله الصوت. خلاص دخلت تاني. خلاص، اهلا يا مريم، كيف حالك؟ الحمد لله يا رب دايما بخير. طيب احنا المره السابقه تعرفنا على بعض صح؟ فهل محتاجين نتعرف على بعض تاني؟ مش عارفه، وايه رايكم نلعب نفس اللعبه دي تاني مثلا مره واحده، اللي هي استنى هوريها لكم، اللي هي كانت العجله الدواره، نلعبها مره كمان، ايه رايكم؟ ماشي، طب تعالوا نلعبها مرة كمان، مش مشكلة، مش هيحصل حاجة، يلا بينا. بسم الله، نخلي يا أيسل هي اللي تدورها. يلا يا أيسل، أنا هدورها وأنت تقولي لي أوقف إمتى. بس افتحي المايك، أوقفها. يلا بينا. ظهر لنا اللون الإيه؟ اللون العدسي. ها هو، فاكهة مفضلة، أكثر فاكهة بتحبيها؟ إحنا جالنا السؤال ده المرة اللي فاتت، لا أتذكر جالنا. طب تيجي، إيه رأيك نجيب حاجة تانية، نجرب لون تاني؟ عايزين نجرب لون تاني. ها جربي كده. اوقف، اوقف. ايسا يلا بينا. هو مصممين على اللون ده ليه؟ احنا عايزين نجيب لونه اخر، اصفر. بص الاصفر ده ما خدناهوش. هواية مفضلة او حاجة بتخليكي سعيدة. ها، حاجة بتحبي تعملي لما بتعمليها بتبقي سعيدة يا ايسا. اللي انا بلعب مع صحابي. حلو، اللعب مع صحابك حلو جدا. وانت يا ندى، يا ايه الحاجه اللي لما بتعمليها بتبقي سعيده؟ افتحي المايك بس وقولي لي. اروح اتفسح لما تروحي تتفسحي، طب ايه اكتر مكان بتحبي تروحيه يا ندى؟ سيتي ستار. ايه ده، انت من القاهره؟ انت قاعده في مصر مش بره؟ لا، في النوم. فين؟ احنا في اجازة. انت في اجازه. اوكي، يعني انت دلوقتي في مصر صح؟ جميل، انا كمان في مصر. اهلا يا ندى، منوره يا ندى، سكر حبيبي. يلا يا مريم، قولي لي ايه الحاجه اللي بتحبي تعمليها وبتخليكي سعيده؟ اللعب مع اصحابي. لا، انت انك تلعبي مع صحابك، حلو جدا. انا كمان بحب اقضي وقت مع صحابي قوي. شكرا لك يا مريم. ها، وانت يا مالك، ايه الحاجه اللي بتحب تعملها وبتخليك سعيد؟ الرسم الرسم. انت بتحب ترسم؟ حلو قوي، بحب. ممكن ابقى اشوف بعد كده ان شاء الله رسومات ليك. جميل يا مالك، انا بحب الرسم جدا بس للاسف ما بعرفش ارسم. وانت يا احمد، هل تسمعني؟ احمد، مرحبا احمد، ممكن نفتح المايك والكاميرا؟ طيب خلينا ناخد لفه تانية في الدايره. يلا يا ندى، لفي معانا الدايره مره تانية كده، ان شاء الله يجي لنا رقم، يجي لنا لون حلو. اوقف، وقف. يلا بينا. زهري، خدنا لون الزهري، مش فاكره. اتكلمنا عن الخضروات المفضلة،
اتكلمنا عن الخضروات المفضله. طب اتكلمنا عن حاجه نفسك تجربيها، يعني حاجه ما عملتيهاش قبل كده يا ندى ونفسك تجربيها. هل في حاجه في دماغك مثلا نفسك تجربيها؟ انا مثلا نفسي اجرب اني اروح مكان كده فيه زهر عباد الشمس واخد زهره من هناك واتصور هناك. انت مثلا في حاجه شبه كده نفسك تجربيها؟ أو نفسي أسوق عربية. اه مثلا، ما شاء الله حلوه قوي. جميل، انا كمان نفسي اسوق عربيه. اجابه مميزه، شكرا لك يا ندى. هيا ايسل، هل في حاجه في دماغك حاجه ما جربتيهاش قبل كده ونفسك تجربيها؟ عايزة برضو أسوق العربية. تسوقي عربية، جميل ما شاء الله، حلو جدا. وأنت يا مالك؟ ها؟ وانا أه، في حاجة مجربتهاش قبل كده ونفسك تجربها؟ نفسك إيه؟ كان فيها ايه دي؟ كان فيها ايه؟ قول تاني معلش عشان ما سمعتش. ما اتحرقش يعني. آه، ما اتحرقش يعني المفروض. نعم. الإيه؟ لا أسمعك. اه فعلا ما بتقومش على طول. قول تاني. الألعاب الألعاب، في لعبة معينة عايز تجربها يعني ما لعبتهاش قبل كده ونفسك تجربها؟ إن شاء الله بإذن الله. طب قول لي إيه هي اللعبة دي؟ ما هي دي اللعبة؟ هي اللعبة يا عشان كنت مش شكرا لمشاركتك يا مالك. طيب يا مريم، ها عندك حاجة عايزة تشاركي بيها؟ حاجة نفسك تجربيها؟ إن شاء الله بإذن حاجة الله. لسه أجربها هي التليفون. التليفون، نفسك تبقي معاكي تليفون وتلعبي عليه؟ حسنا، شكرا لك يا مريم حبيبة. هل تسمعيني يا حبيبة؟ حبيبة، أهلا 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 بأعز الحبايب. حبيبي عاملة إيه يا حبيبة؟ وحشتيني، كله تمام؟ أه وأنت كمان وحشتيني أكتر حبيبي، أنا مبسوطة جدا من انضمامك يا قلبي. أخبرينا، إحنا دلوقتي كنا بنشوف إيه الحاجات اللي إحنا نفسنا نجربها ما عملناهاش قبل كده ونفسنا نجربها. هل في حاجة في دماغك؟ يعني أكتر حاجة نفسي أجربها اه من الكلام اللي قصادي دوت يعني. لا 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 لا، مش بالكلام اللي قصادك، الكلام الحاجات اللي موجودة هنا دي أسئلة، فإحنا كان طلع لنا اللون الزهري، إحنا لفينا الدايرة، هذه الدائرة، هذه العجلة الدوارة، وكان السؤال لدينا شيء نرغب بأن نجربه، عايزين نجرب حاجة جديدة ما جربناهاش قبل كده وعايزين نجربها. بس في حاجة في دماغك؟ كل حاجة حاجة نفسك تعمليها يعني؟ أنا خلاص. نفسي أعمل، يعني أنا عايزة أعمل، عايزة أفكر كده في أي حاجة وأعمل اها اختراع ألعب بيه. هو ده حلو اللي أنا يعني. حلو، ده حلو، نفسك تختاري اختراع جديد، حلو جميل أي يا بس أنا حبيبي، مش بعرف، يعني أنا عادي، بقول مجرد لماما عايزة التفكير. أعمل اختراع، اه عايزة أعمل اختراع بأي حاجة قديمة عندنا يا أختي. ما هنعمل اختراع إيه يعني؟ مفيش. مجرد التفكير حلو، بس على فكرة ممكن في مرة أقول لك تعملي حاجة شبه كده إزاي، يعني ممكن في مرة كده نبقى نرغي سوا لو في وقت فاضي وأقول لك لو في حاجة قديمة عندك وأنت عايزة تعملها إعادة تدوير، إيه المواقع اللي تساعدك إنك تعملي حاجة زي كده. بس حلو يا حبيبي، شطورة، تفكيرك مختلف. طيب تعالوا نتذكر القواعد اللي كانت معانا الحصة الماضية. إحنا قلنا إن إحنا عايزين، إحنا بنعمل إيه؟ نبقى قافلين الكاميرا طول الوقت، ما بنفتحهاش غير لما إيه؟ غير لما نستأذن. ما بناكلش ولا نشرب يا حبيبه، انت عارفه القاعده دي من الحصه اللي فاتت، من السنه اللي فاتت، لا ناكل ولا نشرب في الحصه، فخلصي بسرعه الحته الصغيره اللي معاكي علشان تقدري تركزي معايا، ماشي؟ ايه كمان، لازم نبقى فاتحين الكاميرا طول الوقت عشان ابقى شايفه وجوهكم الجميله، وكمان نبقى قاعدين بشكل مستقيم وجميل، كلنا ما شاء الله قاعدين حلو جدا، احسنتم. وايه كمان، ما نلعبش في الشات. واخر حاجه زي ما اتفقنا، اي حاجه احتاجناها لو عايزين نجاوب، لو عايزين نروح اي، نقوم من مكاننا نعمل اي حاجه مهمه، نعمل ايه؟ نرفع يدنا هكذا، ماشي؟ شكرا لكم يا سنة أولى. طيب أدواتنا إيه؟ نتأكد إن جنبنا كراسة وقلم وأستيك عشان إن شاء الله هنحتاجها، اتفقنا؟ عظيم. طيب ماذا سنفعل النهاردة؟ اليوم، اليوم سنتعرف على حرف جديد وسنميز أصواته وهنقرأ كلمات تبدأ به، اتفقنا؟ حلو. طيب تعالوا نلعب أول لعبة بقى علشان نعرف مين الشخصية الجديدة اللي معانا النهاردة. النهارده معانا شخصية جديدة، حلو؟ فعايزين نتعرف على هذه الشخصية. طيب نتعرف عليها ازاي؟ هنقوم بحل هذا البازل، كل ما نعرف حرف من هذه الحروف قطعة من البازل هتظهر. تعالوا نشوف كده مريم هتورينا ازاي. يلا يا مريم، قولي لنا هذا الحرف ايه؟ اللي انا عاملة عليه الليزر ده، مش معايا حرف ايه؟ قلم وخزان فهروح اجيبهم. ماشي واو بسرعة يا حبيبي. لا لا، هذا الحرف ايه يا مريم؟
حرف نون. رائعة، شكرا لك يا مريم. حرف النون، نون عليه ضمة، هيكون صوته ايه يا مريم؟ رائعة يا مريم، أحسنتي، ممتازة ممتازة ممتازة. يلا يا ندى أخبرينا هذا الصوت يا ندى. يلا يا ندى افتحي المايك. ليه؟ عليه ضمة هيكون صوته؟ ليه؟ ضمة ضمة، ماذا سيكون صوته؟ لو رائع يا ندى، أحسنتي، ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليكي يا حبيبي، حلو جدا. هو الصورة تقريبا ظهرت. يلا يا أيسل أخبرينا ما هذا الحرف. مريم ركزي معانا يا مريوم، افتحي المايك يا أيسل. قولي لي ما هذا الحرف؟ وي رائعة رائعة رائعة، واو تحتها كسرة هيكون صوتها وي، ممتازة. يلا يا مالك أخبرنا آخر صوت يا مالك. باء. رائع رائع، باء عليه فتحة هيكون صوته باء، جميل جدا. يبقى إذن البطل قصتنا اليوم أو الشخص الذي سيساعدنا على معرفة حرفه هنا هو مين؟ أوشي الأرنب الأكول. تفتكروا أوشي هيجي النهاردة برضو ولا لأ؟ تفتكر أوشي هيجي النهاردة زي ما تمسوح جه المرة اللي فاتت؟ هيجي؟ أصل هو إلى الآن ما جاش، أنا مستنياه يجي صراحة، هو ما جاش، أنا مش عارفة هو ما جاش ليه؟ هنعمل إيه لو ما جاش بقى يا ولاد؟ مش عارفة هنعمل إيه؟ لا تقلقي يا معلمة نهى، أنا الأرنب أودي وأنا سأساعدك اليوم مكان أوشي. ماذا؟ لماذا أنت ستساعدني يا أودي؟ لماذا لم يأتي أوشي؟ أنت تعرفين أوشي، إنه أكول وكسول جدا، لذلك لم يأتي اليوم وطلب مني أن آتي أنا بدلا منه. حسنا يا أودي، شكرا لك وشكرا لمجيئك، ولكن هل أنت متأكد أنك ستستطيع مساعدتنا؟ بالطبع يا معلمة نهى، سأساعدك، فأنا الأرنب أودي نشيط ومجتهد جدا. حسنا يا أودي، ها قم بقصي قصتنا اليوم، وهي قصة إيه؟ أوشي الأرنب الأكول. مرحبا يا أصدقائي، أنا أودي وسأقص عليكم اليوم قصتنا، قصة أوشي الأرنب الأكول. أوشي أرنب أبيض بيض أسود، وهو أكول جدا ويحب الأكل في كل أوقات، ويزور أصدقاءه من الصباح حتى المساء يا أيسر، ويحفر في الأرض حفرا يخبئ فيها يا ندى الأرز والبقول، يمشي ببطء ولا يستطيع القفز في الهواء. أوشي أرنب كسول ينام تحت الأشجار في الحقول. اختفى أوشي يوما فسأل عنه أصدقاءه، ثم فجأة سمعوه يصرخ آه آه، أسرعوا إليه فوجدوه يتأوه من شدة الألم، وكان بجانبه 4 حبات من الأناناس، فسألوه بدهشة: هل أكلت الأناناس بقشره يا أوشي؟ كم حبة أكلت؟ صرخ أوشي: ضحك الجميع على أوشي وذهبوا. وبعد قليل أخذ أوشي يحفر في الأرض ليخرج كيسا بعز الماء، وقال مبتسما: أرواح بعز الماء لذيذة بلا ألم ولا عناء. بس هذه هي قصتنا، قصة أوشي الأرنب الأكول. أنا قمت بتخبئة الحرف في صندوق من هذه الصناديق، هل ستستطيعون مساعدتي أو اللعب معي يا أصدقائي؟ هيا يا معي قم بمساعدتي، أي صندوق ستختاره؟ هناك صندوق فضي وصندوق ذهبي وصندوق خشبي وهذا الصندوق الأحمر. هيا مالك، ماذا ستختار؟
في خشب. أو خشبي. حسنا، شكرا لك. وأنت يا أيسن ماذا ستختارين؟ الخشبي. الخشبي. حسنا، شكرا لك يا أيسن. وأنت يا ندى ماذا ستختارين؟ الذهب. الذهب. شكرا لك يا ندى، إنه فعلا صندوق ذهبي. شكرا لك. هيا يا حبيبة، أي صندوق ستختارين؟ هذا الذهب. كلكم تريدون الذهبي؟ لماذا؟ حسنا، شكرا لك يا حبيبة. وأنت يا مريم، أي صندوق ستختارين؟ الذهب. الذهبي أيضا. حسنا، هيا نبدأ بفتح الصناديق ونرى أين يوجد الحرف. هيا نفتح الخشب الذهبي. هو لا، لا يوجد هنا. إذا الفضي. لا، طب هذا. لا، طب إذا هو موجود أين؟ في الخشبي. أجل، ما هذا الحرف يا أصدقائي؟ من يعرفه يقول لي اسمه. ألف. هل اسمه ألف يا معلمة؟ لا، اسمه همزة. ألف. هذا الحرف اسمه ألف، ولكن اسمه الصحيح هو همزة. إذا أصدقائي، الحرف الذي ستعلمه لكم معلمانها اليوم هو حرف الهمزة. والآن أنا سأنصرف. إلى اللقاء. يلا أصدقائي، ودعوا أودي وقولوا له إلى اللقاء. سلام يا أودي، شكرا لك. العفو. إلى اللقاء أصدقائي، مع السلامة. شكرا لكم. حسن، يبقى الحرف الذي معنا اليوم هو حرف الايه؟ الهمزة. ودي اخبرنا ان ايه؟ ان اسم الصحيح لهذا الحرف همزة. جهزونا لكتابة حرف الهمزة؟ تفضلي يا حبيبة، ماذا تريدين؟ اخبريني. فيا بس انا عارفه ان انت لما كنت بتورينا الحرف كده بتقولي لنا اكتبوه في الاول أيوة والاخر والوسط. بالظبط، هذا ما سنفعله. سنكتب حرف الهمزة في البداية، في أول حاجة منفصل، ثم في أول الكلمة، ثم في الوسط، ثم في الآخر. تفضلي يا أيسر. ممكن اروح اجيب قلم. بسرعة، يلا سريعا سريعا. يلا، ماذا سنفعل الآن؟ أهو سنكتب خط. إيه ده، خط خفيف جدا، تعالوا ننتقله. خط رأسي طويل على السطر هكذا، ثم نصف دائرة صغيرة، ثم خط مائل هكذا. هذا شكله منفصل، وأيضا في أول الكلمة. يعني إيه في أول الكلمة؟ يعني عندما يأتي حرف الهمزة في أول الكلمة، يكون مثلا مثل كلمة أسد، أو نكتبه هكذا أيضا. هل بنجعل السين تمسك فيه؟ لا خالص، السين لا تمسك أبدا، قصدي معذرة، الهمزة لا يمسك أبدا بالحرف الذي بعده. يعني مستحيل نعمل له يد هكذا عشان يمسك في السين. لا لا لا. يبقى إذن هذا شكل حرف الهمزة، منفصل وفي أول الكلمة. ماشي، طب تعالوا نشوف شكله بقى في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. بيكون قبله يد هكذا أهو، ثم حرف الهمزة، خط رأسي، نصف دائرة، خط مائل. وأيضا هذا شكله في آخر الكلمة برضو، نفس الشكل، خط أفقي، خط رأسي، نصف دائرة، وخط مائل. وأوقات في سنة أولى الهمزة بتأتي في آخر الكلمة بهذا الشكل، همزة فقط على السطر هكذا. وهنشوف لها كلمات، يعني هنشوف لها أمثلة في كلمات. تفضلي يا حبيبي، قولي لي حبيبي ماذا تريدين؟ يا مثلا على فكرة أنا كنت بكتب زي كده بالظبط، بس كنت وريني. بكتبهم بالظبط، بس حلو أنا جدا، حلو قوي. اكتبي بس اخر حاجه ناقصاكي، انك تكتبي بس الهمزه لوحدها. رائع أوكي. يا ندى، احسنتي، شطوره يا ندى. بس هو في خط راسي كده طالع، انا مش عارفه هو طالع ليه. يعني بصي، في خط راسي صغير كده طالع هنا، ده احنا مش عايزينه. لا يوجد شيء مثل هذا. يعني امسحي بس الحته دي. شطوره يا ندى، رائعه، برافو عليك. يلا يا مريم، اريد ان ارى مالك. وريني يا مريم، يا مالك كتبت ايه. حلو قوي يا حبيبي، برافو برافو عليك يا حبيبي.
يلا يا ايسل وريني جمالك، يلا يا مالك، تعالي كده يا ايسل، ممتازة يا ايسل، حلو جدا، تعالي وريني الهمزة في الآخر، حلو جدا، ممتازة، قرب قرب يا مالك، رائع يا مالك، رائع رائع رائع، أحسنت. ناقصنا مريم، ينقصنا يا مريم، وريني يا مريم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ الهمزة بس، إحنا مش كاتبين الهمزة، ومش كاتبين الهمزة يعني في آخر الكلمة هكذا، ولا كاتبينها منفصلة، صح؟ بصي أنت ناقصك بس دي، ناقصك دي يا مريم، وهذه ينقصك، هذه ما كتبتيهاش منفصلة، وينقصك شكلها، إيه شكلها على السطر هكذا، لأنها قد بتأتي في آخر كلمة بهذا الشكل، هوريها لكم، اكتبيها سريعا بس، أنا هستناك أهو. يا مس، نعم. في ساعات في آيات قرآن كده بيجيبوا في الكلمة همزة لوحديها في آيات بالظبط في آيات سطر بالظبط القرآن. بالظبط، ما انا هوريكو امثله اهو، بس يا مريم بس تخلص الجزئيه دي. هي مريومه كتبتيها، انا عايزاكي تكتبي الهمزه منفصله هكذا، يلا بسرعه بسرعه بسرعه، يلا يا مريم، نريد ان نلعب ان شاء الله، الوقت يكفي ان شاء الله. ها مريم كتبتيها، بسم الله، وريني كده، ايوه كده، احسنتي، ممتازه، خطك رائع، حلو جدا. يبقى اذا بصوا، تعالوا نسمع بس الاصوات الاول، وبعد كده هوريكم الكلمات في الاول وفي الوسط وفي الاخر. يلا لو وضعنا فتحه ممكن نفتح كلنا المايك، نفتح كلنا المايك، يلا هنعمل ايه؟ هنشوف بقى، لو وضعنا فتحه على حرف الالف، لا ثواني، لو وضعنا فتحه على حرف الالف سيكون، على حرف الهمزه سيكون صوته وإذا جاء بعد الآ مد بالألف ماذا سيصبح صوته؟ تاني فتحة، بالظبط كده، جميل. طب عايزين نفهم هنا حاجة، فين المد بالألف؟ احنا مش شايفين هنا خالص غير هو ألف واحدة بس، هقول لكم دلوقتي، احنا هقول لك، اتفضلي يا حبيبة قولي لي ليه في هنا ألف واحدة بس، أمال فين الهمزة؟ انا عارفه اشوف بقى لما يكون الهمزه عامله زي الخط مايل كده يبقى ديت كانها زي مد الالف. بالظبط، اكن دلوقتي في، يعني معنى ان انا شفت علامه الموجه هذه، معنى كده ان في اتنين الف، همزه الاول اهي، ثم بعد ذلك المد بالالف، بس احنا عملنا ايه؟ مسحنا الف واحده، بالظبط، مسحنا الهمزه دي، ووضعنا على الايه؟ وضعنا على المد بالالف علامه الموجه، عشان نعرف هنا ان احنا مش هنقول فقط، لا هنقول جميل. تعالوا نكمل اذا، ثم الهمزة لو وضعنا عليها ضمة سيكون صوتها أو، لا بص، لا بص يا ندى، أو صوتها قصير أو، لكن لو جاء بعد الأو مد بالواو هتصبح أو، بالظبط كده، أحسنتم، رائعون. طب لو وضعنا تحت الهمزة كسرة هنقول إيه؟ إيه، جميل. طب جاء بعد الإي مد بالياء سنقول إيه؟ إيه، جميل، يلا بينا كلنا سوا مع بعض، قولوا ورايا يلا، رائع، استنى اطلع الليزر، احسنتم، يلا، احسنتم، رائعون يا سنة أولى، ما شاء الله، برافو عليكم. طب تعالوا نشوف كده السكون، أي حرف عليه سكون لا أستطيع قراءته بمفرده، بقرأه مع الصوت الذي قبله، فهنا مثلا أول صوت را، قولي لي يا حبيبه هقراه ازاي؟ ها، را ممتازه، ماذا فعلنا؟ قرانا الصوت الاول را، ثم وقفنا على الهمزه وقلنا را، شكرا لك يا حبيبه، يلا يا مريم شيلي مثلا را، دايرة عملت لسه كده فوقفنا عليها بالظبط، را. يلا يا مريم شيلي الرا وضعي فا، ستقولين ايه؟ ها، هل تعرفين؟ فا، يلا، رائعه يا مريم، يلا يا ايسل جربي كده يا ايسل، شيلي الفا وضعي مدلها مكانها كا، هتقولي ايه؟ كا، بصي طلعي صوت الهمزه كويس، كا، رائعه يا ايسر، ممتازه، يبقى را فا كا، جميل، احسنت، حلو جدا. تعالوا بقى نشوف اهو، دلوقتي عندنا كلمات مثل كلمه اسد اهو، شايفين الهمزه هنا جاءت في اول الكلمه ازاي؟ ما مسكتش حرف السين، هذا شكلها في اول الكلمه. طب تعالوا نشوف تاني كلمات تانية مثل أذن، أذن، برضو الهمزة هنا جاءت إزاي؟
في اول الكلمه، ما مسكتش ابدا الحرف الذي بعدها. فتعالوا نشوف بعد كده تاني. يلا يا ايسر تابعي معايا. اكلا اكلا برضه نفس الكلام، بصوا الهمزه ما مسكتش في الكاف ازاي. اذا هذا شكلها في اول الكلمه. يلا بينا نشوف بقى. نشوف شكلها في وسط الكلمه اهو. سا لا، شايفين مسكت ازاي في السين حرف الهمزه، يمسك فقط الحرف الذي قبله. يبقى اذا هذا شكلها في وسط الكلمه، هذا شكلها في النص. تعالوا نجرب حاجه تانية اهو. زا آ را. طب الله، مين يقول لي ليه الهمزه هنا ما مسكتش في ازاي رغم انها في وسط الكلمه؟ ها، مين يعرفني؟ عايزه حد غير حبيبه. الهمزه هنا كان المفروض تمسك في ازاي زي ما مسكت هنا الهمزه في السين. ها، ايوه قولي يا ندى. عشان ايوه، حرف الألف ما ينفعش يلزق في حاجة. حرف الهمزه مفروض ما بيمسكش في اللي بعده لكنه بيمسك في اللي قبله عادي. قولي يا مالك كده، بيمسك في اللي قبله عادي وهو هنا في حرف قبله، ليه ما مسكش في ازاي؟ قول كده يا مالك، اخبرني. الزلش بتمسك في احسنت الألف. بالظبط. ازاي هي اللي من الحروف برضو التي ذات يد واحد، ما ينفعش ابدا اعمل لها يد هكذا، يعني ما ينفعش يبقى في تمسك ابدا في الحرف اللي بعده. عشان كده الهمزه ما مسكتش فيه، شالت ايديها لما لقيت ازاي هي كمان مش ماده ايديها. تمام، اتفقنا. حلو جدا، يلا نكمل. شكرا لك يا حبيبه، انا عارفه انت هتقولي ايه، شطور. بس هنكمل بس، ولما يجي لعبه هخلي اختار. يبقى اذا برضو هذا شكل الحرف والهمزه فين؟ في وسط الكلمه. هنا برضو اهو، ف ف ف الراء، الهمزه عليها سكون ومسكت في الفاء ولكن لم تمسك في الراء لانها ذات يد واحده. طيب اهو، يبقى اذا هذا شكل حرف الهمزه في وسط الكلمه، ممكن يمسك الحرف الذي قبله وممكن ما يمسكهوش لو الحرف الذي قبله ايه؟ ذات يد واحد. طيب يلا بينا نشوفه في اخر الكلمه، ركزوا بقى هنا. قراءه، برضه هنا ممكن نكتبه منفصل عشان الراء مش هينفع تمسك فيه. وممكن نكتبه ازاي؟ بهمزه على السطر. قولي يا حبيبي عايز تقولي ايه؟ هو ليه لما بيجوا يعملوا مثلا الضمة اه بيعملوها في زي نص دايرة كده ويعملوها نايمة بس يعملوا نص دايرة فيها من قصدك على الآخر؟ الهمزه؟ قصدك على الهمزه؟ لا، الضمة اللي فوقها. اه دي قصدك؟ اه، اصل دي حاجه اسمها تنوين يا حبيبه، دي اسمها تنوين بالضم، هي مش ضمه، هي تنوين بالضم، وهناخدها ان شاء الله باذن الله في الترم الثاني بتاع سنه اولى. تمام؟ طيب عايزين نعرف ليه الهمزه هنا بقى جت لوحدها؟ ليه ما لهاش الف عليها تحتها؟ بصوا، احنا بنكتب الهمزه هكذا على السطر لما بيكون الحرف الذي قبلها مد بالالف. شايفين؟ الحرف اللي قبلها على طول مد بالالف، ده و ده مد بالالف، لذلك الهمزه نطقتها في الاخر، ده و او او او، انا نطقت همزه اهو، فكتبتها على السطر ليه؟ عشان قبلها مد بالالف. ماشي؟ طيب يبقى اذا الهمزه اوقات بتاتي برضو على الايه؟ على السطر يا سنه اولى. احسنتم، يبقى اذا خلاص عرفنا ان الهمزه في اخر الكلمه يا اما بتاتي منفصله يا اما عادي بتمسك اللي قبلها، يا اما بتبقى همزه على السطر هكذا فقط بدون الالف لما بيكون الحرف الذي قبلها مد بالايه؟ مد بالالف. تعالوا نلعب اللعبه دي، يلا نلعب هذه اللعبه. طيب خلينا نختار المره دي اي شكل، مش شرط نخلي حد يختار، وبعد كده ان شاء الله لما نبقى نبدا بقى سوا نبقى كل واحد يبقى يختار مره. حسنا، هيا يا نبدا بايسل. يلا يا ايسل اخبريني يا ايسل، الهمزه هنا في خطا، ها جاءت ازاي؟ استني هحط لك ارقام، واحد ولا اثنان ولا ثلاثة؟ الهمزة هنا جاءت زي ايه؟ واحد ولا اثنان ولا ثلاثة؟ اثنين. اثنان، هذه ما كانش ليها يد، كانت منفصلة. لا كانت، واحد. ايوه بالظبط كده، احسنت، رائع يا أرسل. يلا يا مالك دورك، يلا رقم اثنين، بسرعة بسرعة بسرعة. ها، الهمزة هنا اخبرني، الهمزة هنا جاءت ازاي؟ واحد ولا اثنان ولا ثلاثة؟ افتح المايك. ها، ثلاثة، احسنت يا مالك، انت شاطر جدا ما شاء الله. يلا يا مريومة، حبيبة راحت فين؟ حبيبة خرجت؟ لا اهي شفت. بس حد خرج، يلا معلم. يلا يا يمين يا مريوم، يلا يا مريوم. اه ندى افتحي المايك، يا الكاميرا يا ندى. يلا يا مريم، ها الهمزة هنا جاءت مثل واحد ولا اثنان؟ همزة هنا في كلمة فأر، ها اثنين. ركزي ركزي، ها الهمزة هنا ماسكة في الفاء، واحد وليس اثنان.
شكرا لك يا مريم على المحاولة، أحسنتي. يلا يا حبيبة، رقم 4. ها، الألف هنا في أسد، واحد أم اثنان؟ الأسد آه واحد، واحد، الأسد لأ اثنين. اثنان. أيوة كده شطورة. يلا يا ندى. طب يا آه بس لأ انا عايزة اقول حاجة، ممكن بعد اللعبة دي نلعب لعبة لما الصورة بتيجي كده احنا نختار، ما هو احنا للأسف، بصي نكمل. أنا هعمل لك اللي أنت عايزاه كله لما نبدأ السنة، ماشي؟ لكن دلوقتي للأسف في حاجات معينة لازم نعملها، اتفقنا؟ أول ما نبدأ السنة إن شاء الله هعمل لك اللي أنت عايزاه كله. يلا يا ندى، ها. ده دور ندى، ندى هي اللي ما جابتش. يلا، كلمة كأس يا ندى، بصي. كأس، الهمزة هنا جاءت إزاي؟ رقم واحد ولا اثنان؟ دي سنة وسنة، روح احكي لي اثنين، بسرعة. واحد، أيوه واحد. كده واحد، أحسن. مالك ما تجاوبش بالغيب استئذان يا مالك، ليس دورك. شكرا لك. حد ما لعبش معايا اللعبة دي؟ كلنا لعبناها صح؟ طيب يلا عشان نروح نلحق نلعب لعبة أخرى، احنا معانا 5 دقائق فقط. يعني سنة وسنة. حبيبة قلبي قلت لك روحي، والله يا قلبي قلت لك روحي اشربي، مفيش مشكلة. طيب طيب تعالوا نسمع الأغنية. لا بس نسمع الأغنية وبعد كده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الوقت يكفينا نعمل حاجة تانية إن شاء الله. الألف مع الفتحة أ أ أ أ أ، الألف مع الضمة أو 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 أو، الألف مع الكسرة إي 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 إي، الألف المفتوحة أرنب أ أ أ أرنب، الألف المضمومة أذن أو 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 أذن، الألف المكسورة إيوسة إي 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 إيوسة. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشكو ونغني أحلى الألحان، للغة العربية نشكو ونغني أحلى الألحان. شكرا لكم يا سنة أولى. الأبجد هنا عمل حاجة غلط، قال حاجة غلط، مين يقول لي عليها إيه الغلط اللي عمله؟ ها قولي يا حبيبي. الألف كان بيكون في شكل ضرب الألف، الألف على بالظبط، الفتحة واحنا اتفقنا انها إحنا ايه؟ بنقولها همزة. ايوه احنا اتفقنا أنا انها برضه اسمها همزه ما اسمهاش الف. قررنا كنت أسألك وأقول لك هو بيقول ألف زي ما هو أنت بيقول سألتني الف ليه؟ بالظبط، هو بيقول الف لكن اسمه الصحيح ايه؟ همزه. اتفقنا؟ جميل، شكرا لكم يا سنه اولى. يلا سنلعب هذه اللعبه، نحن نريد ان شاء الله دي اخر لعبه نلعبها عشان نلحق نقول سلام. هنريد ان نوصل الارنب اوشي للجزره، ولكن يجب ان يمشي في اتجاه الاشياء التي تبدا بحرف الهمزه. فيلا اخبرنا يا مالك، يروح للموز ولا يروح لألوان؟ افتح المايك وقولي بسرعة بسرعة عشان نلحق. موز ولا ألوان؟ إيه اللي بيبدأ بحرف الهمزة؟ ايه قول تاني، موز ولا ألوان؟ وين شكرا لك، أحسنت، رائع. يلا يا استنى يلا يا عم يلا اهو تاني. يبقى احنا قلنا ايه؟ اوشي هيمشي اتجاه الالوان. يلا يا ايسل، ها، هيروح لي عربه ولا اشاره يا ايسل؟ ها، لا قولي، افتحي المايك يا ايسل، يا ندى الكاميرا يا ندى. هي ايسل اشاره ولا عربه؟ اللي بيبدا بحرف الهمزه، اشاره ولا عربه؟ إشارة. إشارة. إيه رأيك يا مريم في الموضوع ده؟ إشارة صح ولا لأ؟ نعم ها؟ ميس. إشارة بتبدأ بحرف الهمزة ولا عربة هي اللي بتبدأ بحرف الهمزة؟ عربة. عربة. طب يا حبيبة افصلي ما بينهم يا حبيبة، إشارة ولا عربة؟ إشارة. إشارة، إشارة أيوة بتبدأ بالظبط. بالآ إيه أو 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 إي. إيه إشارة بتبدأ بإي، همزة تحتها الكسرة. أحسنتي يا أيسر، شكرا لك يا مريم، شكرا لك يا حبيبة، أحسنتي، جميل. يلا يا ندى أخبرينا، يروح لأذن
ولا ميقص اللي بيبدأ بحرف الهمزة؟ أذن ولا ميقص؟ افتحي المايك بس وأخبريني. أذن. أذن، أحسنتي، رائعة. يلا يا مريم، نعود لمريم مرة أخرى. يلا يا مريم أخبرينا، يروح لمنزل ولا ألعاب اللي بيبدأ بحرف الهمزة؟ منزل ولا ألعاب؟ العين رائعة يا مريم، أحسنتي، عشان أنا قلت بس نطقت همزة إزاي؟ ألعاب، برافو عليكي، أحسنتي يا مريم، شطورة. وآخر شيء هو إيه؟ إبريق، إبريق، حرف الهمزة أيضا. رائعون رائعون رائعون. يبقى إذا اليوم بصوا كان في ألعاب تانية كتيرة والله هنا أهو، وكان في هنا برضو ألعاب مع جزرات جوشي، ولكن إيه، إن شاء الله بإذن الله المرات الجاية بإذن الله هنلعب كل هذه الألعاب، بس عشان الوقت النهاردة مش هيسعفنا، اتفقنا؟ يبقى إحنا النهاردة أخذنا إيه؟ أخذنا حرف الهمزة، وعرفنا إن اسمه الصحيح همزة، وقلنا لو جاء عليه فتحة سيكون صوته مثل ماذا؟ مثل أبي وألوان، أما لو جاء عليه ضمة سيكون صوته أو مثل أخطبوط وأسرتي، أما لو جاء تحت كسرة سيكون صوته إي مثل إشارة وإبرة، أما لو جاء عليه سكون هل نستطيع قراءته بمفرده؟ لا، يجب أن نقرأه مع الصوت الذي قبله، مثل كلمة إيه؟ ك ك كأس، وأيضا كلمة ر ر رأس. اتفقنا يا سنة أولى؟ إحنا كده انتهينا، شكرا لكم كثيرا، استمتعت معكم للغاية، أنتم أولاد رائعون جدا جدا جدا. شكرا لكم، إلى اللقاء، سلام، إن شاء الله نلقاكم على خير تاني، سلام يا حبيبة، مبسوطة إن أنا شفتك قوي، كنت وحشاني.